نعرفش مبدئيا فما فرصة للنقاش إذا كان ماذا بينا نسمع من القاعة أكثر معناها مساهمات الأسئلة لما تروح التقييمات لهذه العروض يعني مقترحات توصيات فليتفضل الحضور. شكون باش يدخل؟ مرحبا به. شكرا. في الحق عندي اسئله عده خاطر الموضوع جديد بالنسبه للنشاط المدني ومهتمين بالموضوع، لكن كانخراط فعلي في الميدان معناها بصراحه ماناش متعودين اننا نجلس هذه الجلسات للمعرفه وتقييم وغير ذلك. اول شيء نقسم عندي اسئله ذات صبغه معرفيه، نحب نعرف حاجات. مثلا شفت في الاتفاقيه انه يتحدثوا في الفصل السابع على الهيئات اللي تحدثها الاتفاقيه، هل هناك هيئه في تونس مستقله تعنى بهذا المسألة؟ كذلك استغربت، اعذروني التعبير بتاع استغربت، خاطر نعرف شويه اتفاقيات دوليه التعذيب الارهاب غير ذلك معناها، وكلهم حسب معرفتي يبداوا بتعريف المصطلح كي يكون اتفاق معناها جمعي حول هذا المصطلح. وهنا لماذا تم تغييب هذا التعريف الهام جدا واللي هو يمثل ممكن الاختلاف بين القانون التونسي والقانون الدولي؟ انا بعد كيف شفت الاتفاقيه شفت ثم مواد تحكي على في ضمنها فيها التعريف من ماده 15 الى ماده 25 ثم التعريف ملي يقول لك الاخفاء اختلاس الى غير ذلك تعريف الواحد، لكن ماذا ماشي التعريف؟ خاطر نعرف ودي في تونس معناها تعريف غائم جدا، مثلا الرشوه هي لي بو دفان، لا كوربسيون سي لي بو دفان، مثلا تعريف كما في الارهاب تعميم جدا بشي. هذه عندك سؤال، لماذا لم يتم التعرض الى هذه المساله؟ كذلك سؤال اخر، الرشوه تتطلب وجود طرفين، المرتشي والذي يرشي، معناها هل هنا معناها هو نتصور انه من اليات المكافحه معاقبه لو كورومبو مي اوسي لو كوربتور، معناها على المستوى الدولي خاصه، مثلا ثم الدول الكبيره مثلا والفساد الكبير يقع في دولنا يقع من طرف مرتشين خارجيين، هل هناك اليات تسائل وتعاقب هؤلاء المرتشون، مش مرتشون معناها لو كوربتور اللي يرشيو على المستوى الدولي، هل هناك اليات معناها محاسبيه ل معناها يونيفورميزي معناها وضع معايير محاسبيه دوليه لكي يتم ملاحقه اون فيلاتور معناها كل ما عنده لي بو دفان نجم مثلا نعرفوا كي ثم دي نورم كونتابل انترناسيونال ممكن مثلا نجموا نتبعوا المساله هذه. ملاحظه اخيره، رغم اني معتقد انه حسب ما شفت الاومنيبوس معناها تمثل نوع من الموضوعيه باش يقوم بها حكومي او غير حكومي هو سواء، تصور انها ما ثماش، لكن دائما انا معرفتي بالاتفاقية الدولية لما ثم الاليات معناها ثم تقرير وتقرير كل الظل او تقرير البديل تقوم به هيئة مستقلة مدنية. ممكن ياسر هذا سبق في البلاد ان تقوم بها هيئة موحدة او هيئة مشتركة بين الحكومي وغير الحكومي، لكن انا اعتقد انه ضمانة كبرى انه في المستقبل، خاطر اذا كان تكون حكومة غير ديمقراطية تجم تسمي ولا تسعى ان تسمي بطريقة مزيفة او بطريقة منها تظهر لانها منها مستقلة لكنها تسمي خبراء حكوميين، لكن انا سول دو ديو العفو انا متيقن انكم معناها نزهاء، لكن تصور معناها دولة فاسدة حكومة فاسدة وتلقى الآلية هذه انه معناها تنجم تزرف او تزرف خبراء حكوميين ويقدموا تقرير انه موحد بينما هو ما يعبرش على رأي المدني المستقل. بارك الله فيكم. أسئلة قيمة جدا وهي في صميم ما سنتناوله. في العادة في الأصل ماذا بيها تكون أسئلة معناها باختصار شديد، هامة جدا أسئلتك باختصار شديد باش نعملوا ثلاثة أسئلة ونمروا للجواب، لكن باعتبار أن الأسئلة الأولى يعني تري كونسيستانت باش نحيلها مباشرة على الفريق ليجيب من الخبراء. شكرا سي عماد. فيما يخص اللي ذكره الأخ فيما يخص هيئة وهيئة مكافحة الفساد،
هي جات في الشابيتر 3 معناتها فيما يتعلق بالتدابير الوقائيه، وهنا تعرضت الماده 6 الى هيئه وهيئات مكافحه الفساد. الهيئات هذه يعني يكون دورها وقائي، دورها وقائي معناتها تخدم مثلا على البرامج التعليميه وتتولى الوقايه من الفساد، وفما هياكل تتولى ردع وزجر الفساد، واللي جابها الفصل 36 واللي باش نتعرضوا له اليوم. بالنسبه لتونس مثلا على سبيل المثال اخترنا انه الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد يكون عندها الدورين، دور الوقائي والدور الزجري او الردعي. في المنظومات في العالم كل دوله كيفاش اختارت، مثلا فرنسا اختارت الجانب ان تكون عندها هيئه مكلفه فقط بالجانب الوقائي وتركت للقضاء متى تتبع وزجر الفساد. فما دول لا وحده معناتها الهيئه تلقاها تتكفل كان بالزجر اكهو، وفما المنظومه المشتركه الابريد هذه اللي تلقاها هيئه مكلفه معناتها بالجانب الوقائي والجانب الزجري والردعي. في تونس احنا اخترنا انه هيئتنا يكون عنها الدورين، الدور الوقائي والدور الزجري. من في نفس السياق وتفاعلا مع هذه التساؤلات الجديه، سؤال في محله بخصوص غياب تعريف للفساد في الاتفاقية الأممية حتى يكون تعريفا مشتركا يعني بين كل الدول وتتفق هذه الدول حوله. أظن أنه هو أولا كما قلت منذ حين أنها الاتفاقية هي عمل بشري، يعني والعمل البشري لابد فيه من نقائص يعني، ولكن يعني الحقيقة هو أن هذه الورشة ليست إطارها يعني تقييم الاتفاقية، وإنما يعني تقرير اللي قدم بخصوص القانون الجزائي التونسي في مقابلته بالاتفاقية. ورغم ذلك وسؤالك يعني قلت في محله، أريد أن أقدم لك جواب يعني ربما يبين لك خيارات تشريعية المشرع الوطني أو المشرع الدولي، يعني لوليجيستاتور ناسيونال او انترناسيونال. الخيارات مثلا بار اكزومبل يعني انه المشرعين ما يحبش يعرف. علاش ما يحبش يعرف؟ خاطر يعرف روحه كي يعرف لن ياتي على كل شيء، ربما ستكون هناك ظواهر دي فينومين يعني جديده، ربما تكون هناك اساليب او انماط سلوكيه يعني فيها فساد وقد ينساها او ربما لا ياتي عليها. المشرع التونسي في مرسوم 2011 وهو مرسوم ايطالي حتى كحرص باش قال الفساد، يعني كحرص قال الفساد إساءة استغلال النفوذ أو السلطة لمصلحة شخصية، اش قال من بعد؟ قال ويشمل الفساد خاصة نوتامون. ما ينجمش يقول ويشمل الفساد نقطتين، من هو المشرع اللي يقول أنا هاو الفساد شنو؟ قال نوتامون خاصة، معناتها راه فما حاجات اللي ممكن تظهر ربما غابت يعني تندرج في إطار الفساد. هذا تفسير أول يعني أنه لينوميراسيون اتيتر يعني انديكاتيف يعني تعداد على سبيل الذكر وليس الحصر يبقي الباب مفتوح لربما استيعاب يعني افعال اخرى قد ندرجها في اطار الفساد. هذه محاوله للاجابه اولى. بالنسبه للمساله الثانيه، مساله الراشي والمرتشي ستتبين بطبيعه الحال فيما بعد عندما ننطلق في الاشغال ان المشرع التونسي كان ممتازا، ممتازا عندما تحدث عن الرشوة قال الإرشاء والارتشاء، قال في الإرشاء والارتشاء لدو، وقال في يعني كأنه راه الباب مفتوح يعني إلى بريفو لدو زيبوتيز، فما ارتشاء الموظف العمومي قبوله وفما الإرشاء من طرف شخص آخر. بالنسبة للسؤال الثالث بخصوص تشريك المجتمع المدني والتقرير المضاد، سي عدنان نويوة هو أهل لتقديم الإجابة الشافية، تفضل. جسبر بزوز نقاط تحب إضافة صغيرة على اللي قاله الأستاذ عماد مميش فيما يخص تعريف الفساد. صحيح المشرع التونسي ما عطاش تعريف محدد للفساد، لكن ضبط وعدد مجموعة من جرائم الفساد، المتجر بالنفوذ، الرشوة، الاختلاس، إساءة استغلال الوظائف. لكن هو عموما اللي نلقاوه معناتها في الفقه ونلقاوه مثلا في تعريف المنظمات الدوليه، واشهر التعريفات هي مثلا تعريفات نتاع منظمه الشفافيه الدوليه، اساءه استعمال
السلطة المخولة من أجل تحقيق مصلحة خاصة ولا تعريف اللي يقدمه البنك الدولي كيف كيف إساءة استغلال السلطة العامة لتحقيق سلطة خاصة. شنو اللي نلقاه عموما في تعريف الفساد؟ نلقاه عنصرين أساسيين هما اختلاط جانب الصالح العام صالح الخاص، يعني لا سفير بيبليك وسفير بريفي يتخلطوا مع بعضهم، هذاك هو اون فان دو كونت هو تعريف الفساد. هذه النقطة الأولانية إضافة صغيرة. النقطة الثانية فيما يخص معناتها إمكانية أنه فريق الخبراء الحكوميين ما يكونش معناتها التقرير نتاعو يتسم بالموضوعية والحياد اللازم، احنا نأكد لك معناتها أنه في عملنا لم نتلقى أي ضغط من معناتها خدمنا ولا والله معناتها تو تشوفوا بعد رانا كنا قاسين بالحق معناتها أنا تو وقت نعاود نرجع نقرأ تقرير نقول رانا كنا قاسين بالحق في التقييم نتاعنا معناتها مرات نورمالمون لازم نجاوبوا نعمة، لكن نحن من باب الحذر نقولوا نعم جزئيا. ميونيتي فريمون تري تري دور مع رواحنا ومع تونس ومع كذا، ولم نتعرض صدقا معناتها بالحق في عملنا لاي شكل من اشكال التدخل ولا اي شكل من اشكال الضغوط. عدنان تفضل. الحقيقه انا مع سي احمد في الملاحظه نتاعو، لانه في نهايه المطاف هو تقرير جهه حكوميه. فريق حكومي مستقل له ضمانات استقلاليه، ولكن في الاخر تقرير جهه حكوميه. اي معلم معليناش يمثل الجهه الحكوميه، تقريركم يمثل الجهه الحكوميه. المطلوب ما هو المطلوب؟ المطلوب انه يكون ثم تقرير مضاد للجهه الحكوميه. الاشكال وين عندنا في تونس؟ الاشكال اللي كما سبق اني قلت اللي المجتمع المدني مازال ما تهيكلش بطريقه تسمح له باعداد تقرير خاص به كما رابطه التونسيه لحقوق الانسان. للاسف في تونس ما عندناش ما يقابل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في مجال مكافحة الفساد. ربما في يوم من الأيام يكون لنا مثل هذه الرابطة، ولو أن مصطلح الروابط يخيف. التجربة المميزة في بالنسبة للمجتمع المدني في تونس أين تظهر؟ تظهر في المرحلة التي دخل فيها المجتمع المدني في الحوار، لأنه التجارب شو تقول؟ أنه الفريق الحكومي أو الفريق الجهة الحكومية تعد تقرير خاص بها، ثم المجتمع المدني يتلقف ذلك التقرير ويبدي ملاحظاته على تلك التقرير أو يحرص على تطبيق التوصيات، أن يتم تطبيق التوصيات التي تم تضمينها في التقرير. الميزة متاع التجربة التونسية أين تكمن؟ تكمن في أن المجتمع المدني دخل في مرحلة ما قبل صياغة التوصيات النهائية. معنى ذلك أننا سنشارك في التوصيات التي سنطالب بتنفيذها لاحقا، وهذه ميزة التجربة التونسية اللي نتمناو أنها تنجح. طيب، لمن له سؤال فليتفضل. الإشكالية الأولى بالنسبة لي حول الاتفاقيات الدولية بشكل عام وتطبيق الاتفاقيات، لأنه تطرح مشكل وكأنه معناها تعب الاتفاقية تطبق الاتفاقية ذي، شنو آليات تطبيقها، كيفاش تطبق ما تطبقش وغيره. هذه الإشكالية الأولى. والإشكالية هذه يعني في علاقة بالمجتمع المدني، باش تحدد ذي إشكالية شنو هو دور المجتمع المدني، لأنه الاتفاقيات الدولية والا الاتفاقيات تعلق بحقوق الانسان وغيره في الحقيقه ذكر انه عندها القوه الناعمه. انا نقول ثم جانب اخر عندها مش قوه ناعمه بركه، خاطر ثم دستور. الدستور هذا اللي دور المجتمع المدني اليوم انه يضغط من اجل ان تكون الاتفاقيات الدوليه هذه محترمه. اولا مرجعيه معناها في القوانين واحد، واثنين في مدى إلزاميت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في الترتيب نتاع القوانين. هذا دور المجتمع المدني خارج الاتفاقية هذه معناها وفي علاقة به. النقطة الثانية في الفساد وتعريف الفساد، وخطر ثم مشكلة في أنه مثلا نذكر هنا في سرقة الأموال جاء على لسان المتدخل أنه في القانون الخاص ما فماش المشكل متاع الرشوة وسرقة الأموال، أنه القوانين الموجودة وكثرة القوانين الموجودة تخلينا في البحث نجد معناها الجرائم هذه والتجريم هذا موجود. مثلا خيانة المؤتمن، خيانة المؤتمن موجود.
تشوف مثلا في الإثراء غير المشروع لونريشيسمون إليسيت. إذا كان نبحث في فقه القضاء التونسي نجد مثلا نظرية الإثراء بدون سبب لونريشيسمون سون كوز، يعني كثرة القوانين تصل إلى درجة أنه في تطبيقها تنعدم القوانين من كثرتها ومن تشعبها ومن غموضها، إلى درجة أنه تولي وكأنها غير موجودة من كثرة وجودها. هذه مشكلة القانون قبل معناها كثرة القوانين. النقطة الثالثة والملاحظة الثالثة في علاقة بالتقارير، التقرير الحكومي والتقرير بتاع المجتمع المدني. أنا أولا أعتبر أنه كل تقرير الحكومي ديما التقرير عنده علاقة بالحكومة، يبقى ديما التقرير هذايا مرتبط بالحكومة وبعمل الحكومة وبسياسة الحكومة بشكل عام، سياسة، لأن كل حكومة عندها سياسة. يعني كي تاخذ تقرير متاع الحكومة هذه وتقرير متاع حكومة أخرى تلقاه مش كيف كيف بالنسبة لنفس الفترة، وبالتالي ما المجتمع المدني هو أصدق أكثر موضوعية في أنه يرفع معناها الفساد والتجاوزات معناها اللي ممكن تقع. هذاك علاش أعتبر أنه مجرد معناها الإدلاء بملاحظات في التقرير الحكومي غير كافي، يبقى غير كافي. يعني لابد أن يكون تقرير مستقل للمجتمع المدني وغير مرتبط بالتقرير الحكومي، ولا أنه يضمن فقط الملاحظات هذه. وشكرا. أنا حبيت نعمل ملاحظة، يعني فما تعرض التقرير والملاحظات اللي حوله بنعم ونعم أو لا ونعم جزئيا، يعني ممكن صارتش الصورة عكسية. هل التشريع التونسي كان أثر من الاتفاقية؟ يعني فما نقاط موجودة في التشريع التونسي ما ضمنتهاش الاتفاقية. وشكرا. فما شكون يحب يزيد يسأل؟ شكرا. فما نقطتين أشار لهم الأخ باش نجاوزهم، تبقى نختصر الوقت في اختزال سؤالين. السؤال الأول طرحته سابقا ونعاوده بحضور الخيان، هل أنه الاتفاقية هذه وخلاصة هالورشات العمل هذه باش تدخل حيز فماش إمكانية تضمينها بالدستور؟ وإذا كان فما إمكانية بتضمين الدستور ما ننسوش اللي الوقت كي بريس، معناتها فما ضغط للوقت من ناحية المجتمع المدني، هل أنه باش يضغط على ضغط الوقت أم لا؟ اثنين، السؤال الثاني، بعد الورشات هذه العمل وفما اتفاقية أنه مع ملائمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة، هل أنها سمعت الأستاذ قبيليكا قال رأو فما إمكانية باش يبدأ من 2014 وربما، لكن هل أنها عندها صفة رجعية أم لا؟ طيب، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونجيب عنها ماذا بينا باختصار. الإجابة ستكون باختصار وفي نطاق اختصاصي من ناحية يعني التقنية المحضة، ونحيل الكلمة بخصوص مسألة المجتمع المدني والتقارير إلى أهل الذكر. بالنسبة لما يعنيني هي مسألة تطبيق الاتفاقية، منذ حين قال المتدخل مسألة تطبيق الاتفاقية الدولية. كي نقولوا تطبيق الاتفاقية يعني أن الاتفاقية راهي عندها مكانتها في المنظومة القانونية، وراي إذا كان صادقت عليها دولة تكون تلي الدستور، ويجب أن تكون التشريع في غير تضارب مع هذه الاتفاقية. أن نقول أن هناك عقوبات أو غير لا توجد عقوبات لفرض احترام الاتفاقية من الدول، هي مسألة معنوية أدبية أكثر منها عقوبات معناتها جدية وصارمة، وتدخل في مسألة مصداقية الدول التي تصادق ثم يعني تنقض عهدها ولا تكرس مضمون الاتفاقية، خاصة أن الاتفاقية ليست كلها على نفس النسق، هناك يعني أسلوب مختلف بحسب طبيعة المجال الذي تتدخل فيه الاتفاقية. هناك مواد في الاتفاقية تقول تعتمد الدول، يعني كأنها تأمر الدول، وهناك مواد تقول لها يمكن للدول، يجوز للدول، يعني حسب مدى أهمية والطابع متاع المسائل اللي باش تتعلق به كل مادة في الاتفاقية. هذا بعجالة الأولاني. الثاني، قال المتدخل
أن هناك يعني في القانون التونسي خيانة مؤتمن. نعم يعني خيانة مؤتمن، لكن خيانة المؤتمن هي جريمة خاصة وعندها شروطها خاصة في القانون الجزائي، ومن أبرز شروطها وجود يعني رابطة تعاقدية يعني وعندها أركانها، وجات يعني كنوع من أنواع الاستيلاءات على الأموال، بينما الرشوة في القطاع الخاص يعني هي غير موجودة، ولا يمكن على أو للقاضي أن يطبق نص خاص بالخيانة المؤتمن ويقول هذه رشوة، هذا يصعب. وبالنسبة للإثراء بدون سبب قال لونريشيسمون سان كوز، نقولوا كذلك يعني راهو الإثراء بدون سبب لونريشيسمون سان كوز سي دون لو دومين سيفيل، وهذا يعني باش نقول سبب من أو مصدر من مصادر الالتزامات في العلاقات المدنية. لونريشيسمون إليسيت هي بطبيعة الحال الفساد ونمو الثروات بطريقة غير شرعية، بينما الإثراء يعني بدون سبب لونريشيسمون سان كوز ينجم يكون هو يعني شخص مثلا ابتلى عقده وأردنا أن يرجع الأموال ولا يرجعها ومقام على باطل فهو باطل، يعني سي بيرمون سيفيل لونريشيسمون إليسيت سي سور لو بلان بينال. تفضل.